السنوية بعت رسالة لقمرتها إيه شاهد المزيد من التفاصيل. ظهر الفنان السلوي في آخر لايفاته على الإنستغرام اليوم وهو يراسل أحد وكان يبتسم مع هاتفه وهو يرد على المساجات، وعندما سألوه المتابعين رد عليهم الفنان السلوي أنه يراسل صاحبته، وأيضا صرح أنه راح يسافر. هناك من يتوقع أن السلوي سيسافر عند قمر الطائي وكان يتحدث معها. أترككم مع المقطع ورأيكم بخصوص هذا الخبر. عندكم شغل؟ آه بكرة عندي شغل، ويمكن بعد بكرة أروح أصلا. يا عمري يا عمري، صح نسيت ان انا الله يفضل سامحوني. يا اخوان بدي طاقية، والله بدي طاقية. خلنا تسافر. عم بتراسل مين؟ صاحبتي. يعني نحن وقعت. نرجع.